الإخوة والأخوة الأخوات والإخوة بهذه الجمعية وبجمعية التواصل المغربية أو جمعية المغربية للتواصل الصحي، أود في بداية حديثي هذا أن أشكركم كثيراً على هذه الدعوة الكريمة التي استلمتها منكم، وأسعدني أن أحضر معكم هذا اليوم. الأكاديمية الدولية للصحة هي أكاديمية ليست هادفة للربح، وهي أكاديمية ليست حكومية، تسعى لتأطير العلوم الطبية والصحية في كل التخصصات، وتركز أساساً على التعليم الطبي المستمر، ولها عدة أفرع. المجلس الدولي لاعتماد وحدات التعليم الطبي المستمر الذي أطلقنا عليه CME باللغة الإنجليزية أو Continuing Medical Education، والمجلس العربي لاعتماد وحدات التاطاميم، والجمعية العربية للتعليم الطبي، والجمعية العربية للقلب والأوعية الدموية. وقد تشرفنا بأننا قمنا بالمؤتمر الخامس للجمعية العربية للقلب والأوعية الدموية بمراكش في سبتمبر الماضي، وسنقوم بالمؤتمر السادس في 5 إلى 7 ديسمبر أيضا في مراكش للجمعية العربية للقلب والأوعية الدموية التي تتبع للأكاديمية الدولية للصحة. كما أننا تشرفنا بأننا قمنا بالمؤتمر الأول للتعليم الطبي للكلية العربية للتعليم الطبي أيضا بمراكش في نفس الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر، وسنقوم بالمؤتمر الثاني للتعليم الطبي الذي أعتقد أنه من اهتمامات الطبيب العام هنا بمدينة الدار البيضاء في شهر مايو. هذا هو تعريفي بالأكاديمية الدولية للصحة. أتيتكم من شمال الكرة الأرضية من السويد، حيث يدرس الطب باللغة السويدية وليست بلغة أخرى. يسكن أو يقطن في السويد حوالي 9 مليون نسمة فقط، أي ما يقارب من تعداد سكان الدار البيضاء، ولكنهم يتكلمون باللغة السويدية ويدرسون كل العلوم باللغة السويدية. لم تستطع اليابان أن تنهض من وحدتها إلا عندما اعتمدت لغتها كمادة للتعليم، وأعتقد أن هذا اليوم في أساسه هو احتفالية باللغة العربية، حيث أن هذا اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية. وقبل أن أبدأ حديثي بمداخلتي البسيطة التي ألزمني الأستاذ عزيز أن لا تتجاوز 15 دقيقة، أريد أن أقول شيئاً بهذه المناسبة. يا طالب الطب، يا طالب الطب، إن العلم اليوم يحتفل بعروسك، بعروسك الشماء، وهي في الإنعاش تحتضر. عند اتصال عزيز بصفيحة من المغرب بطبيبها ليطمئن وهو جد منكدر، قال الطبيب: إن حالها يا عزيز حرج، حالها يا عزيز حرج، قال الطبيب يا عزيز إن حالها حرج. فالجسم منهد، والعقل منشد، والقلب منكسر، هكذا قال الطبيب. قال عزيز لي بأسى وهو يحدثني: يا عبد السلام، إن عروسنا حالها خطر، فكلنا يدعي حبها والانتماء لها، لكن أحدا منا لا يتزوجها، والمأذون ينتظر. هكذا عندما تعرفت بالأستاذ عزيز في المؤتمر الأول للتعليم الطبي، وقف أمام الجمع وقال هكذا: نحبها ولا نتزوجها. قلت له: من هي؟ قال: اللغة العربية. وأسعدني ذلك كثيرا.
هذه الأبيات قلتها هنا وأنا جالس في هذه القاعة. جراحة القلب، من الممكن أن نبدأ به حتى يعني قد نستغرب ما علاقة جراحة القلب والاضطرابات النفسية وما علاقة الطب العام بجراحة القلب. سأجز بقدر ما أستطيع. جراحة القلب قياساً لبقية الجراحات هي جراحة حديثة جداً، لعل بداياتها كانت في أواخر القرن 19، ولكن البداية الحقيقية كانت عندما حاول هنري سوتري وضع إصبعه عبر الأذين الأيمن لكي يمرره في الصمام القلنسي أو المترالي الذي كان ضيقاً، واستطاعت المريضة التي كان عمرها في 25 عاماً أن تعيش عدة سنوات بعد ذلك، ولكن زملاء المهنة لهنري أوقفوه عن مواصلة هذه العملية التي عرفت فيما بعد بالتوسيع بالإصبع، لأن المشكلة في التدخلات الجراحية في القلب بالنسبة للصمامات كانت هي كيف نستطيع أن ننجز العمل الجراحي دون أن يتوقف القلب عن النبض، لأن القلب سيواصل نبضه حتى يستطيع المريض أن يعيش. ولكن جراحة القلب تطورت شيئا فشيئا فيما يسمى بجراحة القلب المغلق، حتى يعني في أواخر الخمسينيات بدأ اختراع جهاز القلب الرئة الصناعي. لعلنا نمضي إلى الشريحة الأخرى. قبل ذلك، قبل هذه الشريحة، الشريحة السابقة، نعم، خلينا هنا، دعنا هنا. إذن هناك اخترع جهاز القلب الرئة الصناعي الذي فصل فيه القلب عن الجسم، وقام الجهاز القلب الرئة الصناعي بأخذ الدم من الجهة اليمنى من القلب لكي يؤكسجه ثم يرجعه مرة أخرى إلى الجسم بدون أن نحتاج إلى القلب، فالقلب يكون متوقفا بالكامل أثناء عملية القلب الرئة الصناعي. وهنا سمي بجراحة القلب المفتوح، هذا الذي يسمى بجراحة القلب المفتوح، ليس الذي نفتح فيه القلب نفسه، ولكن الذي نستطيع أن ننجز العملية عبر هذا التجاوز للقلب والرئة. لعل أول من كتب مقالا موسوعيا عن جراحة القلب والأمراض النفسية في مجلة المعروفة New England's Journal of Medicine، أو إذا أردنا أن نترجمها مجلة إنجلترا الجديدة للطب، هو دونالد كونفيلد، مش مكتوب اسمه، واسمه Psychological Complications After Cardiac Surgery، أو المضاعفات النفسية، نعم، المضاعفات النفسية بعد جراحة القلب. وقد لاحظ هو، ليست دراسته هو، ولكن من خلال حالات أخرى ودراسات أخرى عمل ما يسمى بمقال موسوعي أو review article، ووجد أن نسبة الذهان الذي كانوا يحدثوننا عنه أساتذة الطب النفسي في الصباح تصل إلى حالة من كل 1500 حالة في الجراحات القلب المغلق قبل أن تخترع جهاز القلب الرئة الصناعي. ثم بعد ذلك وجد من خلال دراساته أن النسبة تتراوح من 1 إلى 19% نسبة الذهان أو السايكوسيس. ما هي الاضطرابات النفسية؟ لن أطيل عليكم كثيراً. ولماذا يحتاج الطبيب العام أن يعرف عن الاضطرابات النفسية والعقلية التي تحدث بعد جراحة القلب؟ أولاً نقسمها إلى قسمين، الاضطرابات النفسية ثم الاضطرابات العقلية. فالاضطرابات النفسية أهمها الاكتئاب الكبير أو major depression. نحن نعلم أن الاكتئاب الكبير يعني هو unipolar depression، هو أحادي القطب ربما، والاكتئاب الآخر اللي هو البايبولر ليس هذا موضوعنا، إنما هو الاكتئاب الكبير الذي يحدث غالبا بعد جراحة القلب، يعني قد يستمر فترة بعد جراحة القلب، هو ليس كما يقول البعض
أيام أو أسابيع، لكنه قد يستمر فترة طويلة في بعض الحالات. وهنا الحاجة التي يعني نراها ضرورة لتكوين وتعليم الأطباء العام، أن إذا جاءك مريض قد أجريت له عملية القلب ويعاني من اكتئاب أو يعاني من الأمراض الأخرى، لابد أن تفكر في هذا الموضوع. ماذا حدث له بعد العملية؟ هل عانى من نوع من الاكتئاب بعد العملية أو لا؟ كذلك الذهان، وكذلك الهذيان. الهذيان غالبا ما يكون قريبا من فترة العملية، لا يستمر فترة طويلة، أي لا يأتي إليكم المريض بالهذيان، إنما هو يأتي بعد العملية. وأغلب الأسباب التي تسبب الهذيان أو الأمراض النفسية أو الأعراض النفسية أو الاضطرابات النفسية أغلبها مرتبط بجهاز القلب الرئة الصناعي، لأننا عندما نأخذ الدم الغير مؤكسج إلى الجهاز لكي يؤكسجه، عند ذلك يحصل هناك أشياء عضوية كثيرة، يحصل هناك بعض الأشياء الصغيرة التي عندما يرجع الدم إلى الجسم يكون هناك في بعض الجزيئات الصغيرة التي قد تسد الشرايين الصغيرة والشعيرات الدموية الصغيرة، مما يسبب هذه الاضطرابات. بالنسبة للاضطرابات العقلية، أغلبها اضطراب الذاكرة، ضعف الذاكرة، وأحياناً في حالات نادرة فقدانها تماماً أو فقدان أجزاء معينة من هذه الذاكرة. كذلك التركيز، يصير التركيز ضعيفاً أو قليلاً أو غير يعني طبيعياً بالنسبة لهذا الإنسان قبل جراحة القلب. ثم اضطراب نمط التفكير الذي قد يقود إلى اضطراب في نمط السلوك، وهذا أمر قد يستمر، ومن هنا ضرورة معرفة أن هناك اضطرابات عقلية وهناك اضطرابات نفسية قد تستمر لفترة قد تصل إلى 6 أشهر وإلى سنة في بعض الحالات بعد إجراء عملية جراحة القلب. هنا يعني أهمية معرفة الطبيب العام بهذا، لأنه سيكون أو أنها ستكون أول من يكتشف هذه الأعراض. يعني سنتكلم هنا عن كيفية التخفيف أو منع هذه المشاكل. هذا يخصنا نحن في الجانب التقني في الجراحة. التخفيف يتم يعني أو تم الآن عبر يعني اختراع وسائل جديدة للتدخل الجراحي المحدود، بدل التدخل الجراحي الكبير، بدل ما أن نفتح الصدر كاملا هكذا، يمكن أن يفتح جزء بسيط من هنا ويتم التدخل الجراحي المحدود، أو يتم التدخل الجراحي المحدود بطريقة مختلفة، تقنية مختلفة عن السابق. يعني نحن رجعنا الآن إلى ما يسمى بجراحة القلب المغلق أو جراحة القلب النابض، أن القلب ينبض وتجرى مثلا عملية الوصلة ما بين الانسداد في الشرايين التاجية. هذا أصبح ممكن الآن عبر بعض الوسائل التي اخترعتها عدة جهات، تثبت الجانب الذي نريد أن نصل فيه الشريان الذي نأخذه من الرجل أو نأخذه مباشرة من الصدر، يثبت ذلك الجزء فلا يصير ينبض، فيمكن إجراء العملية والقلب ينبض، ولكن هذا الجزء يكون مثبتا بجهاز بسيط جدا يمكننا أن نجري معه هذه العملية، مما يقلل من إمكانية حدوث المضاعفات التي تصاحب جهاز القلب الرئة الصناعي أو العمليات الطويلة التي يضطر الجراح فيها أن يفتح فتحا كاملا. يمكن أن يكون هذه تمكن تكون هذه العملية من الجانب، أو حتى لو فتح فتحا كاملا هناك فتحا محدودا أيضا، فتقلل من المضاعفات عموما ومن ضمنها المضاعفات النفسية والعقلية. كذلك أطباء القلب وليس جراحو القلب أصبحوا الآن يقومون بكثير جدا من التدخلات العلاجية عبر القسطرة. هي ليست جراحة إطلاقا، ولكن الطبيب القلب يدخل من الشريان الفخذي أو من الشريان العضدي إلى القلب لكي يقوم بتوسيع الشريان التاجية، وحتى هناك الآن بالإمكانية توسيع الصمامات وحتى تغييرها عبر هذه التدخلات التي يقوم بها أطباء القلب.
والتي أصبحت تأخذ جزء كبير جدا من الحالات التي كانت تجرى بالعملية. طبعا هناك حالات لابد لها من العملية. أمر مهم جدا هو الدعم النفسي، وهذا أيضا جانب يمكن أن يقدمه الطبيب العام إذا المريض خرج من المستشفى أو حتى قبل العملية. الدعم النفسي قبل العملية والتطمين للمريض أو للمريضة يساعد على عدم حدوث الأمراض أو الاضطرابات النفسية والعقلية بعدها. وكذلك طبعا العقاقير الطبية التي تستخدم ضد الدهان أو ضد الاكتئاب أو ضد الهذيان أو ضد القلق التي حدثونا عنها في الصباح. هذا في المجمل عن يعني الاضطرابات النفسية والعقلية بعد جراحة القلب. حاولت أن أوجزها لكم بأسرع وأقل ما يمكن، وأظنني لم أتجاوز 15 دقيقة.